عاد إلينا المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، أهلا بحضرتك. أهلا مساء الخير. أهلا بحضرتك، وكلمنا عن أبرز تكليفات رئيس الوزراء النهاردة خلال الاجتماع، خصوصا طبعا أنه حضرتك كنت أحد المشاركين. طبعا كانت التكليفات النهاردة أول حاجة المشروعات اللي بنستكملها للمناطق الغير أمنة زي مشروع الكيالة، مشروع أرض الإنتاج الحربي، مشروع العبور الجديدة، مشروع 15 مايو، ان المشروع تستكمل الفرش بتاعها بالتعاون مع وزاره التضامن الاجتماعي بحيث ان احنا نقدر نفرش المشروعات دي عشان التسكين على طول سريعا جدا. يمكن اخر حاجه عملناها كانت نقل سكان عزبه ابو قرن لمشروع معا، والحمد لله تمت بنسبه 100%. التكليف الثاني، احنا طبعا كنا عملنا حصر للمناطق الغير مخططه على مستوى القاهره لتوجهات السيد الرئيس، ان احنا ما يبقاش في حاجه كمان اسمها غير مخططه او شكل عمراني غير جيد داخل القاهره. يعني مناطق عزبه خير الله، مناطق قلعه الكبش، يعني مسميات كتير جدا داخل القاهره. احنا عندنا القاهره مساحتها حوالي 92,000 فدان، منهم 18,000 فدان غير مخطط. فاحنا ازاي نعمل على القضاء على المناطق دي وبناء مناطق جديده تليق حضاريا باهلها؟ دي كان مناقشه النهارده. عملنا بعض المراحل، منها مرحله عاجله. يمكن المرحله العاجله دي يمكن ان شاء الله نعمل فيها حوالي 42,000 وحده سكنيه في اول عمل لينا، وبعد كده نعمل مرحله ثانيه برضو منها من المرحله العاجله دي. فالمرحله العاجله منقسم الى مرحلتين، واحده عاجله في الاول 42,000 وحده، والباقي ان شاء الله حوالي 40,000 وحده نستكملهم في المرحله الثانيه من العاجله، وبقيه المراحل ان شاء الله نحط لها اسبقيات ونبدا العمل عليها. ما هي المناطق غير الآمنة اللي تم الانتهاء منها بشكل كامل يا باشمهندس، ومتى سيتم تنفيذ بقى المستحقين للوحدات السكنية انهم يذهبوا اليها؟ احنا خلاص، احنا لما بدأنا خالص نتكلم زمان نقول احنا عندنا 357 منطقة ب 200,000 وحدة، وبعدين لما وسعنا العمل بتاعنا في بعض المناطق ويشمل مناطق برضه مش غير آمنة، لا مناطق غير مخططة حول هذه المناطق، أصبحنا 240,000 وحدة أو 246,000 وحدة بالظبط. احنا خلاص احنا وصلنا ل من 246,000 وحده، مخلصين 225,000 وحده، والاعمال المتبقيه هي مشروعات جاهزه خلاص للتسكين ان شاء الله قريب. يعني خلصت خلاص، يعني يمكن النهارده توجيهات سياده الرئيس احنا ازاي نبدا تسكين الناس. فالحمد لله يمكن خلاص معظمها خلصت بنسبه 99%، باقي مرحله الفرش او توصيل الشبكات والخدمات عليها من الشبكات الرئيسيه. يعني الشبكات الداخليه كلها خلصانه، فاضل بس ان احنا نوصل على الشبكات الخارجيه واستكمال المرافق والاعمال الخدميه اللي عليها. احنا بنتمنى لكم التوفيق، وانا بشكرك المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنميه الحضريه، شكرا لك.